السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة توب 6 مينوت. سنقدم لكم الآن وصفة صنع زيت خزامة والقرنفل بطريقة سهلة وفي المنزل. للحصول على هذا الزيت بهذا الشكل، ولكن هذه الوصفة لها طريقة خاصة، كذلك كان وصفة سريعة تتوجد في أقل من دقيقتين والاستعمال الفوري، أما هذا الاستعمال الدائم تتبقى مدة طويلة، مدة صلاحيتها طويلة جدا لأنها طبيعية جدا ومصنعة في المنزل. بالنسبة للخلطة الأخرى، تنجب إناء فارغ، تنجد ملعقة من الزنجبيل كيفما تشوفوا مطحون، ومن أفضل يكون عنده يكون فري يعني طري. غادي تاخذوا فقط ملعقة، هذا الاستعمال الفوري لحالات البرودة، الحالات اللي تعانوا من ألم في العضلات، الجناب باردين ولا تحسوا بالعضلات متشنجة، ومهم مزيان الحالات الروماتيزم فهي ناجحة وفعالة 100%. مهم تنديروا فقط ملعقة من الزنجبيل، وغادي نضيفوا ملعقة أخرى من الخزامة، ولكن غادي نطحنوه، غادي نطحنوه والول عاد غادي نضيفوه في الإناء. بالنسبة للمناطق الكبيرة بحال الظهر وهكا، ممكن نضيفوا ملعقتين من الخزامة، ملعقة من القرنفل، قرنفل كدير أو حبة قرنفل. الملعقة كافية، إلا زدتو ملعقة أخرى فتكون خالط حار جدا، فأظن ملعقة واحدة جد كافية. الخزامة ممكن إضافة الخزامة والزنجبيل، أما القرنفل فتكفي ملعقة واحدة. ها هو وقت طحنوه جيدا، تحصلوا على هاد بعد طحنه جيدا تحصلوا على هاد الخليط، ونطحنوه مزيان، وغادي نضيفوه مع الزنجبيل. ملعقة كبيرة من الزنجبيل، وغادي نضيفو الخليط اللي طحنا قبل قليل. هذه هي الكمية اللي تنحصلوا عليها. تقوم بتحريك الخليط جيدا، هذه الأعشاب كلها طبية عندها فوائد كثيرة جدا، كل عشبة اللي هو الزنجبيل والقرنفل أو الأفندر أو الخزامة، فالخزامة أو الزنجبيل هذو كلهم هذه الثلاثة المكونات عندهم فوائد كثيرة جدا. يعني بعد خلطها تنحتاج مادة إضافية ولكن اختيارية، وهو الحامض. بعد بضع قطرات من الحامض، تقريبا ملعقة من عصير الحامض، إضافة غير تزيد تعطي مفعول لهذا الخليط. ما كانش متوفر الحامض فماشي مشكل. غادي نضيفو كذلك ماء يكون دافئ، نضيفو ماء دافئ للخليط، ولكن من احسن ما يكونش بارد، خاصو يكون ساخن الى دافئ باش يعطي المفعول.
تعطينا هذا الخليط هذا. خص يكون متزامس باش اللون اللي تعطي. وفي الاخير تنضيفوا الحناء، الحناء مسحوق الحناء تنجدو باش يكون خليط متزامس. بالنسبه للرجال اللي ما اغلبيه كاين الاغلبيه اللي ما تيبغوش الحناء، فماشي مشكل بلا ما يضيفوا الحناء، فقط خص يديروا قليل من الماء، كميه قليله من الماء باش يكون محلول متزامس، فقط باش نحصلوا على هذا بهذا الشكل هذا، ما يكونش معجن بزاف وقاصح، فقط هكا ها بغينا بهذا الشكل هذا. وغادي ندهنوه في المناطق المتضرره مده 7 دقائق، فقط 7 دقائق الى 10 دقائق، و نديروها في اي بلاصه، مثلا في اليد، في كاع المناطق اللي تضر، بحال مثلا اللي تضرهم المفاصل، اللي تضرهم الظهر، جناب، البلايص اللي فيها البروده، اللي عندها عياء تام تتحس بالعياء، فمن احسن ديروا بين كتافها، فهو مزيان الناس اللي تخدموا بزاف بدراعهم وتضرهم كتفهم. فهاد المحلول هذا زعما هاد الخليط هذا جيد جدا، وصراحة تعطي واحد السخونة، غادي تحسوا منين غادي ديروه تحسوا بواحد السخونية. بالنسبة للحناء راه تعطي بطبيعة الحال واحد اللون ولكن ما تلصق دغيا، حتى 7 دقائق وغادي تدخلوا الماء، فهو مزيان بعد الاستحمام، يعني حتى يسالي الاستحمام، خصوصا الظهر هذا والكتف والبلايص اسفل الظهر، فخص من افضل بعد الاستحمام. اما بالنسبه للمرافق، المرافق او الكوعين والكعبين كذلك، فالرجل هكا ماشي مشكل، ماشي ضروري استحمام. بالنسبه للمناطق الداخليه فمن افضل حتى يمشي الحمام عادي يديرها، الحناء ماشي ضروري. فاهم الوصفات اللي فيها هما القرنفل، والقرنفل هذا هو اللي مهم، والخزامه، وفي الاخير الزنجبيل. الزنجبيل فقط، هادو هما المكونات الاساسيه بثلاثه بهم، الى غير خلطتهم مع قليل من الحامض او قليل من الماء، غديروا غير قطرات صغيره باش يجمع الخليط، باش يولي الخليط بحال هكا. اللي ما بغاش الحناء، ما بغاتوش الحناء، فلا عليه، فقط غديروا ثلاثه المكونات وتخلطوهم بشويه الماء يكون شويه سخون، وخلوه يطلق شويه، وديروه في المنطقه اللي تضركم، فعلا غادي تحرقكم بزاف، مفعولها بحاله بحال بوماد، هاد بوماد اونوغون، نفس المفعول، نفس المفعول اللي في هذا هو المفعول في بوماد، الا ان هاد بوماد تدار ثلاثه المرات، وراه ذكرناه في الفيديو السابق. وبالنسبه لهذا الخليط فهو خليط طبيعي جدا، ما فيه حتى شي مواد صناعيه او شي حاجه مركزه، كل شيء طبيعي 100% وطبي صحي، بكل الحالات اللي تتحس بالبروده، بالروماتيزم، بالتشنج العضلي من مورا الرياضه، فهو فعال جدا، خصوصا الناس اللي تحسوا بتقطع اللحم، فهاد الوصفه زوينه بزاف. والناس اللي عندهم مشكل في قصور الكلوي فهو الاستعمال الخارجي، هاد الخلطه للاستعمال الخارجي، كنقومو بعمليه الدهن هكذا، تدهنها وتخليها بحال هكا، من تخليها راه تتحس، انا واخا دابا دايره لكم راه تنحس بواحد السخونه، لانها هي حاره جدا، لان السبب ديال الحروره ديالها السخونه ديالها هو القرنفل. القرنفل غادي ديروها كاع مثلا المفصل، دابا المفصل ديال
اليد هنا تدهنوها مزيان وتخليوها تخليوها لحقاش تحرقكم شويه وصبروا شويه صبروا شويه حتى تحسوا بالشرب والمفعول ديالها مزيان وتدخلوا الماء. انا ما ديروهاش قبل ما تبداو تستحمى، حتى تسالوا استحمام حتى تسالوا كاع وتغسلوا بالصابون، عاد تديروا هاد الوصفه هذه مده 7 دقائق وغادي تحسوا بواحد الراحه. ولكن من هادشي كله ما تنساوش تدهنوا بالزيت الزيتون او زيت زونسون او زيت اللي تعجبكم، بس دون المسامات لحقاش هاد الخلطه تتحل المسامات، تخليهم محلولين وسخان. فمن احسن الدهن بزيت الزيتون او من الزيوت المفضله عندكم، ياك بس دو المسامات وما تخلوش يدخل لكم البرد. العضله الا سخنت مزيان تترتاح وتتحيد منها التعب. لتحضير زيت القرنفل وزيت الافندل ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك في القناه توب 6 مينو. طريقه جد سهله بالنسبه للي بغى هاد الزيت الذهبي الرائع، فعال جدا ورائحه زكيه ومعطره. فهي بطريقه جد بسيطه، اولا غادي ناخذ قرنفل، ناخذ واحد كميه كبيره شويه حفنه من القرنفل، وكذلك هناخدو كمية أخرى من الخزامة أو الأفندة. هادو جوجهم غادي نديروهم في إناء، غنديرو هاد الكمية ديالهم نخلطوهم هو والقرنفل، فغادي نطحنوهم يطحنو مزيان. ومنين غادي نطحنوهم غادي نديروهم مع زيت الزيتون، غادي نضيفو زيت الزيتون، ومن الافضل يكون زيت الزيتون حائلي، تزيدوا زيت اخرى تكون قديمه شويه، يعني تكون على الاقل 5 سنين على حسب، بس ما كانت قديمه بزاف احسن. وغادي نديروهم با ماري، يعني في با ماري حمام مريم، يعني غادي يكون هو مطحون وغادي تزيدوا زيت الزيتون وديروه حمام مريم يطبخ شويه الا بغيتوا المفعول ديالو. الى ما زربانيش على هذه الوصفه فغادي تخليوه مطحون وتديروه في قرعه، خليوه مرقد مده 40 يوم. ولكن الا درتوه في حمام مريم فغادي تستافدوا من المفعول ديالو، يطلق غادي يطلق المكونات ديالو بسرعه، وغادي تقدروا تستعملوه من بعد 3 ايام. 3 ايام وغادي تبدا تستعملوا الزيت ديالو. اما الا ما درتوش في حمام مريم من الافضل صراحة يكمل 40 يوم تترقد في زيت الزيتون مطحون، وغادي تحصلوا على وغادي نصفيه، غادي تقوم بالتصفية ديالو وغادي تحصلوا على هذا الزيت. هذا رائحته طبيعية جدا، ما فيه حتى شي مواد حافظة، ريحة زوينة وفعالة، وتديرها الحرق وريحتها أحسن من ريحة المراهم الصيدلية. فهي رائعة جدا، وقت ما حسيتي بالألام وحسيتي في نفس الوقت راه مزيان الناس اللي عندهم نزلة البرد الأنفلونزا، فهو رائع جدا، تحيد ديال الأنف كذلك الرائحة الكريهة اللي تتكون في البيت. بالنسبة للأطفال فهو رائع جدا، كذلك الحوامل ما عندوش حتى شي أضرار ولا حتى شي حاجة أعراض جانبية، فهو جد جد رائع وسهل الاستعمال. شوفوا اللون ديالو كي تيكون، فتتعملوه في الكمية اللي بغيتو. عرفتي الرائحة ديالو تتكون رائعة جدا جدا، تستعملو في يديكم، تدهنو بيه اليد كلها، الكتف، أي بلاصة بغيتو. هو استعملو كمية قليلة بالنسبة للي عنده بشرة حساسة لحقاش يكون شوية سخون، والرائحة بطبيعة الحال غادي تعجبكم بزاف. وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا لايك واشتراك وتعليقات محفزة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.